صباح الخير عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم ما لقيتونا غادي نمشيو لابيسين. وين اللي كتبيني مزيان زعما؟ انتما شوفوا، انتما شوفوا الزين يا اختي. مالكي وحدايا اللي تثق في راسها؟ امين. صباح الخير. صباح الخير. كي داير لاباس؟ مهم اليوم البنات لقيتونا غادي نمشيو ان شاء الله لابيسين، ورحنا فرحانين بزاف بزاف مع اش غنقول لكم. انا عزيز عليا بزاف لابيسين البحر، هادشي هذا والصيف ما يمكنش ما نمشيولوش. ومع العام اللي فات رحنا كنا محرومين منه، وهذا العام غادي نبردوا الغداء ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، اول حاجه غادي نديرو هي غادي نمشيو نفطرو مع رحنا بيتي بجوع، مخليهم بلا عشاء البارح. واليوم غادي نفطروا. ما تغديناش هو، ما تغديناش وما فطرناش. شوفوا كيشكي بيا البارح، انا كنت في الخدمه داكشي علاش ما صافي جيت عيانه، وهو با كيطلع ليكم الحوايج. كي صبحت يا بابا؟ الحمد لله بخير. وعلى فكره بابا ما غاديش يمشي معنا، غيوصلنا ان شاء الله للبيسين ويمشي وصافي. هادشي اللي كاين، وغادي نمشيو غير انا واختي وخويا بثلاثه. دوماج ما كاينش داك القريط الصغير اللي كيدير لنا ديما الفلاله. خلاص ديال الدار نمشيو للبيسين بوحدنا. ما كانتش وداك القريط الصغير كما قلت لكم راه مع ماما، هادي شي 3 جوغ هو معاها وصافي. احسن حاجه حيت فريمون ملي كيتلاقى هو هاد مول الاحمر راه كيدير الفلاله والعافيه كتشال وكيضحك شويه، ولكن صراحه كيخلي بلاصتو ياك امين. بيني وبينك ها كيخلي بلاصتو. يلا المهم خليكم معنا وما تمشيو فين، واي حاجه درتها في نهاري غنشاركها معاكم. خليكم بصحه الفطور فاطمه الزهراء. بصحتك امين. بابا ما فطرش معانا. اه هو عادي ما بغيتيش تفطر؟ فطرنا الحمد لله. يعطيك الصحة. كيجيب الجو صراحه لابيس. شوفوا امين فيت برونزا مع راسها، لكن واخا كيوت وزوين. عرفتوا والله الا دوماج البنات ما جاش معنا العفريت صح. وي ادم والله خلى بلاصتو لكن داس كاع لابيسين سرون. بقى لابيسين
سالينا لابيسين ديالنا وشغن نقول لكم تهدينا ديال المعقول دابا عاد لبسنا حويجاتنا وداك الشيء. شوفوا امين حتى هو فاطمة الزهراء مهمومة اش كتفكري خليها الولاد بالجوع الله بنيتي ما ليناش عينا بزاف مع راكم عارفين التمارة ديال العوم ولا بيسين تهدك. دابا لقيتونا كنتسناو بابا مع كلشي دابا خرج لا بيسين تقريبا خوا وبقينا غير حنايا كنتسناو بابا باش يجي وقال لي راني مازال غادي نتعطل شي شويه وكنصون عليه المشكله التليفون طافي والله تعطل علينا بزاف ولكن ماشي مشكله حنا مازالين كنتسنى. شوفوا البنات تبرونزات تفاطم الزهراء انا بزاف شوفوا فاطمة الزهراء شوفوا المفعول ديال لابيسين بدا كيطير. ما عليناش البنات لقيتو بابا جا باش غادي يدينا للدار ان شاء الله. الحمد لله على سلامتهم حيت تعطل علينا بزاف وخا فيك شي جبت لالاك عاوتاني وعملتك من هنا وداكشي علاش تعطلت وفي نفس الوقت لقى واحد لاكسيدون في الطريقيه اللي زادت تعطلات في الطريق عامرة والله يجعل السلامة واحد جوج دومات مساكن معاك وقع لهم تلاقى باش كنقول دائما الانسان يمشي غير بشويه ويرد البال ويزيد يرد البال. ما عليناش البنات فاش كنت جايه للدار اول حاجه درتها دزت خديت التقطيره ديال الودنين من الفارماسيان حيت هاد الايام ودني كتعطيني الحريق بزاف وفي نفس الوقت دابا كنهضر معاكم وهي مسدوده ما كنتبع بها حتى شي حاجه هاد المدن هادي مسدوده علي داكشي علاش خديت هاد التقطيره باش نرتاح شويه وفي نفس الوقت في الليل كتعطيني الحريق هادي المشكله من الحر دخل في ودنيك والله يشافيها لي مسكينه ارتو راه عاطيني الحريق مع انا من نوع الصراحه نقول لكم ما صبرش بزاف اي فوا كتبدا تحرقني شي حاجه صافي دغيا كضرني دغيا كتقنطني ما كنقدش على الحريق صافي ما بقيتش نصبر هذا ديفو صراحه ياك هو اللي خصو يكون صبار الانسان هو اللي خصو يكون صبار انا الحاجه بسيطه كتعصبني شنو يقول باك مسكين اللي حيد الدرسه بلا بنز والله الا بلا بنز اللي حيدها اللي راه مات الله يرحمه مسكين في باب فتوح دابا اللي كيعرف باب فتوح راه غادي يعرف ديك البلاصه راس القليعه بالضبط حيدها لي مسكين هو تيجر وانا كنجر كيقول لي ولدي راك غطيحني قلت لك ساعه تبارك الله صغير وصحيح انايا وسبحان الله داك دابا ما نقدرش دابا صعيبه دابا نهائيا وشو البنات كنقول الحمد لله جاتني في ودني وما جاتنيش في الدرس البارحه بيت فايقه مع ودني ما خلاتنيش الناس هو شوف وقلت الحمد لله الودن ولا الدرس نار ما نقول لكمش ومع انا في يامة البرد كتبدا تحرقني بزاف الدرس نمشي ان شاء الله شي ايام مور العيد عواله نمشي للدونتيست نقاد سناني مزيان حيت عندي ضرسه بعدا صافي مشات خصني نمشي نعمرها وجوج عاد بداو عاد دات فيهم السوسه خصني نعالجهم قبل ما تزيد تكبر ونقي سنيناتي وداكشي نعالجهم والله خصني نحافظ عليهم وما ليناش وصلنا دابا وصلنا راحنا في باب الدار سلامي من وصلنا باب الدار غادي نطلعوا نرتاحوا شويه حيت عينا وصافي هادشي اللي كاين.